عشان ننتقل لمحطتنا الأخيرة لليوم لنحكي عن الظواهر الفلكية المترقبة وتفاصيل حدوثها مع الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. سعد صباحك نور. صباح الخير رشا. سعد صباحكم. صباح دائما خير. كل عام وانتم بخير. أحداث جديدة معك. دائما صباح الخير. دائما علوم الفضاء والفلك صدقوني ما بيخلق. يعني ما في عندنا يوم راحة، دائما يا في اخبار يا في حدث يا في ظاهره يا في شيء شغله. يلا نحكي عن الظواهر الايجابيه دائما طبعا. لا بس لكن حتى يعني في عندنا مثلا مهمات هي محاوله مثل مثلا مسبار راشد مؤخرا اللي كان المفروض يهبط على القمر ليكون اول سياره عربيه او اول مسبار عربي يهبط على سطح القمر. نعم فشل لكن في جانب ايجابي، شرف المحاوله. تماما. اكبر صاروخ بتاريخ البشريه سبيس اكس ايضا كمان من كم يوم اطلق وفشل. لكن ايضا كل هذا نحن بنتعلم منه، نحن بدنا خطوات دائما لحتى نتعلم من اخطائنا. وهذا الشيء حتى بالظواهر الفلكيه نحن نتعلم منه شيء كثير وايجابي دائما. بدايه خلينا نقول صباح الخير، بعد زمان اشتقنا، يعني انا بصلي زمان ما شفنا بعض. حكينا عن احداث وظواهر على طول الجمعيه عم تشهدها، ولكن نحن اليوم او عم نترقب خسوف 5 ايار. خلينا نحكي عن هذه الخسوف وشو هي اهم المناطق اللي رح تشهدوا، هل رح يكون مرئي او نقدر نشوفه او لا؟ تمام. طبعا غبنا، صلنا رمضان، كان رمضان شهر النشاطات وبالذات الهلال بدايه وهلال نهايه، لكن خرجنا من رمضان مباشره للنشاطات. مثل ما تفضلتي رشا، عندنا يوم 5 ايار يوم الجمعه خسوف للقمر. للاسف كمان حظنا ما كثير حلو انه نشوف هذا الخسوف كامل، لكن احنا بسوريا رح نشوف خسوف شبه الظل. حيبلش خسوف شبه الظل مع شروق القمر. يعني يشرق القمر وهو مخسوف حوالي الساعة تقريبا 7 وشوي، رح يظهر القمر وهو مخسوف خسوف شبه ظل. شو معنى خسوف شبه ظل؟ أي أن القمر خلف الغلاف الجوي للأرض وليس خلف الأرض. لو اتجهنا مثلا باتجاه الشرق أكثر، يعني مثلا لو اتجهنا لروسيا للقطب، بنلاقي أن الخسوف حيكون مشاهد بكامل تفاصيله، لكن عندنا رح يشرق القمر مخسوف بنسبة كتير كبيرة لكن شبه ظل، وبالتالي العين البشرية ما رح تلاحظه. خسوف شبه الظل اللي رح يظهر بسوريا من الساعة تقريبا 7:30 للساعة 10:30 تقريبا بكل تفاصيله غير بالتلسكوبات لن يتغير علينا شيء. شو حيصير؟ حيمر القمر خلف الغلاف الجوي للأرض، وبالتالي الغلاف الجوي للأرض رح يمتص جزء من أشعة الشمس الساقطة على القمر. هذا يعني انه القمر رح يكون بضوءه العادي، فجأة بيبهت شوي، فجأة بيرجع بيضوي بضوءه العادي. هالبهتان شوي بأضواء المدينة ما بنقدر نلمسها. تلسكوبات تقدر تلمسها، لكن شو فائدة الخسوف؟ في عنا 4 قصص أو 4 قضايا بنقدر نشوف فائدة الخسوف. لكن قبل ما أقول لكم خلوني أحكي لكم قصة طريفة شوي عن الخسوف، تذكرتها هلا. أنا آسف ولو يعني دخلناها على الموضوع تدخيل كريستوف كولومبوس اللي يدعوا انه اكتشف امريكا. طبعا كان فيها الهنود. كريستوفر كولومبوس لما راح على الشواطئ الامريكيه كان معه منجم، وكان معه كتاب وضعوه فلكيين العرب والمسلمين يتحدث عن مواعيد الخسوف والكسوف. لما وصل على الشواطئ الهنديه الهنود ما خلوه ينزل، هددوه بالقتل. وين انت نازل تجي على ارضنا؟ ما في. وكان يطمع بالذهب الاسود، البهارات، ما خلوه ينزل. فأشار له الفلك المرافق له أنه باليوم الفلاني رح يصير خسوف للقمر، خسوف كلي للقمر. فنزل لعند الهنود وقال لهم إذا ما بتعطوني ما أطلبه منكم من الاحتياجات والطعم وطاقم السفينة تبعي وتأمنوا لي كل الدعم، أنا رح أخفي القمر. ما صدقوا، وعدهم بيوم محدد وبساعة محددة. وبالفعل باليوم المحدد وبالساعة المحددة ووفقا للجداول العربية القديمة صار الخسوف. فارتعب الهنود، شو عم يعمل كريستوفر كولومبوس؟ يا لطيف القمر اختفى، يا كريستوفر دخيلك رجع لنا القمر. قال لهم برجع لكم القمر بس بتلبوا احتياجاتي. طبعا لبوا له كل احتياجاته، وهكذا وصل الاوروبيين الى الشواطئ الامريكية بالخسوف. نرجع لخسوفنا. اول شيء نحن بالخسوف تيقننا تماما من صحة دخولنا لعيد الفطر، لأن الخسوف لا يحدث إلا إذا كان القمر بدرا تماما. ويحدث الكسوف في منتصف الشهر القمري، فلو كنا عيدنا خطأ لكان الخسوف إنزاح يوما للأمام أو يوما للخلف. وبما أنه حدث ب 14 شوال
وبالتالي دخولنا صح. هي واحد. اثنين، صحيا في عنا نحن الطاقة. تمام، في عنا نحن شيء اسمه ضغط الدم. القمر بيمارس عملية مد وجزر على مياه البحار والمحيطات. الإنسان جزء منه كبير دم، وبالتالي هذا العمل يمارس على الإنسان يلي عنده مشكلة بالقلب، يعني ضغط دمه منخفض، بيشعر بيوم القمر البدر بالخسوف مثلا بأنه يا الله مرتاح اليوم زيادة. يلي عنده ضغط دم مرتفع بيحصل بيتوتر، ومن هون نشأت أفلام. والطبيعي عنده ضغط دم زيادة يتعصب، يعني هو تمام هون بيزيد طبيعياً. صحياً الطبيعي أنه اللي عنده ضغط يكون متوتر، هون بيزيد. عشان هيك نشأ في أفلام الرعب تبع المستذئبين لما يكون القمر بدر. إذا تتذكروا دائما المستذئب يرتبط مع القمر بدر لما يزداد توارد الدم على الدماغ، وهذا بيسبب حالة صحية، وبالتالي فينا نحن نكشف الحالة الصحية. ومشان هيك نور موثق أنه بالدول المتقدمة بيوقفوا عمليات القلب المفتوح لما يكون القمر بدر. بالقمر البدر بتزيد عمليات الانتحار. بالقمر البدر بيزيد الشعراء إبداعهم، يزيد الإبداع. إذا في حالة نفسية، حالة ما ترتبط الصعيد المادي لما يكون القمر بدر، شو انعكاسها؟ انعكاس المادي يا رب الله يرزقنا جميعا مع زيادة رواتب يا رب يا رب. فإذا هي نقطة ثانية أو ثالثة فيها نستفيد منها. هلا في نقطة كثير مهمة نور ورشا، للأسف الشديد اعتبارا من اليوم بلشوا يتناقلوها، أن الخسوف يرتبط بالزلازل. هذا الكلام غير دقيق إطلاقا، غير صحيح إطلاقا. دائما سنويا عندنا كسوفين وخسوفين، لكن الكسوفين والخسوفين مو دائما بيظهروا بمنطقتنا. يعني اليوم هلا بدنا نبلش نشوف على السوشيال ميديا للاسف الاخبار بلشت من كم يوم، بلشت العالم بلشت تتساءل، وهذا غير صحيح يعني. وبرجعوا بقى للهولندي اللي بيشيل بيصير اشاعات وتاكدوا الناس من كذبه، يعني ما لازم نرجع له، خلاص هذا بين. فهلا قال والله في خسوف في 5 أيار، في زلازل لانه الخسوف يعني بيظهر بالمنطقه، وحدد منطقتنا من المناطق خطر. هذا كلام غير دقيق اطلاقا، غير علمي اطلاقا. اساسا الخسوف لن يظهر بمنطقتنا الا خسوف شبه الظل، اما الخسوف الجزئي والخسوف الكلي لن يكون في منطقتنا. بس حبيت كلمه قالها الدكتور انه نحن عندنا ما حيكون واضح اذا كانت اضاءه المدينه. تماما، فلا معناتها واضح تماما. بس نحن نستعين بالتلسكوبات لانه فرصه لنا لنشوف تفاصيل القمر بشكل بشكل افضل. يعني نحن مندقق على تفاصيل القمر، على وديان القمر، جبال القمر. نحن دائما انا بدعيكم نور رشا والاستاذ عزيز بوجه له تحيه، صديقنا الغالي استاذ عزيز كيلارجي، دائما بقول لهم تعالوا على المنصه. بتمنى الاستاذ عزيز اعطينا خبر جميل. تمام، هلا بعطيكم خبر جميل. جميل، خلينا نتفائل. هو تاخر استاذ عزيز استضافني، لذلك انا بدي اطول عليه بالخبر. الفكره هلا فرصه لحتى نشوف تفاصيل القمر. نحن بسوريا نملك ثاني اكبر تلسكوب بالوطن العربي. صحيح. بالتالي رؤيه القمر بهذا التلسكوب مع تفاصيله نور رشا بيريحنا من كل همومنا. منظر ما في اروع منه. تخيلوا نور رشا وانتوا قاعدين هيك عم تشوفوا تفاصيل ارض القمر، حجاره القمر، كل تفاصيل القمر كانه عم تمشوا على القمر. واليوم الخسوف ايضا بيعطينا فرصه اضافيه انه نشوف تفاصيل اكثر لهي الظاهره الفلكيه الطبيعيه اللي خلينا نقول راح نستقبل فيها نشاطنا الصيفي. نحن طبعا مع انتهاء شهر رمضان المبارك بدأنا استقبال الأطفال بمرصدنا مدارس هلا، بالذات لأنه هلا عم قربنا تخلص المدارس. هدول الأنشطة اللي حضرتكم بلشتوا فيها بالجمعية. بلشنا طبعا نستقبل المدارس، الأطفال، الكشافة إلى آخره، لنعرفهم على هذا العلم المهم جدا يلي صار علم داخل بأدق تفاصيل حياتنا نور رشا، بأدق تفاصيل حياتنا. يعني اليوم ما فينا نعيش بدون علوم فضاء وفلك. صحيح. يعني ممكن نخفف أكلنا، نخفف شربنا، نعمل ريجيم، لكن لا يمكن أن نخفف مثلا تواصل اجتماعي. لا يمكن أن نخفف مثلا أنه نستخدم الموبايل، للأسف يعني هذا شيء غلط. لكن علوم الفضاء والفلك تحكمت فينا بشكل كامل الآن. نحن نعيش بعصر عصر علوم الفضاء والفلك، وقريبا راح تسمعوا بشركات الانترنت الفضائي سواء الروسية أو الأميركية أو اليابانية أو الأوروبية، وبالتالي راح يتحول مفهوم الانترنت من طريقة إلى طريقة أخرى. ومؤخراً الذكاء الاصطناعي دخل بتفاصيل حياتنا بشكل كبير جداً، وأيضاً يعتمد على موضوع علوم الفضاء والفلك. كل شيء عم نشوفه اليوم رشا نور كان يستخدم بعلوم الفضاء والفلك، حتى صور السيلفي. أنا كنت عم لاحظ موضوع السيلفي، أول من صور سيلفي هو نيل أرمسترونغ على سطح القمر عام 1969. يعني عم نحكي ب 69، ما كانت فكرة السيلفي مطروحة،
فبالتالي كل شيء الان عم نستخدمه تم استخدامه بعلوم الفضاء والفلك. هلا لقائنا الان يلي عم ينبس عبر الفضائيه وعبر الاقمار الصناعيه، اول ما استخدموه بمهمات سبوتنيك 1 وغيرها، بس يخلصوا بالفضاء والفلك تكنولوجيا وتصبح غير سريه تعود الى الارض. الان التكنولوجيا القادمه الطابعه ثلاثيه الابعاد اللي حتكون كلها ببيوتنا، هي خبر حلو الاستاذ عزيز، اذا بده يحتاج شيء للصوت او كذا ما في داعي، يا الله نحن عندنا. لا بس كله مرتبط بالماده، يعني عم تحكي تماما ثلاثيه الابعاد بده ماده بده ماده اكيد 100%. فهو بده خبر. طب خلينا نحكي عن الظواهر الفلكيه القادمه غير الخسوف. هلا عندنا الخسوف واحد، اثنين عندنا ظاهره كثير حلوه السنه، هي الهطل الشهابي يلي البرشاويات اللي حتكون مميزه السنه ب 11 12 اب، رح تمر الارض ببقايا مذنب، احتكاك ما بين الغلاف الجوي وبقايا المذنب رح يولد العاب ناريه بالسماء، ومثل ما قالت رشا هذا الماء يحتاج عتمه، فبالتالي نحن بسوريا مدللين انه نحن حنشوفه بشكل كامل، ما عاد عندنا مشكله انه نذهب ما في تلوث ضوئي تماما. كنا نحن لنشوف رشا هي الظاهره نضطر نروح لبعيد كثير، احيانا نروح على تدمر، احيانا نروح على الصحراء الباديه السوريه، احيانا نروح على السويدة، يعني نبعد على اكثر مكان بعيد عن الاضاءه. لكن الان الظروف الكهرباء عم تسمح لنا انه بقلب دمشق نرصد هالظاهرة بمتعتها الأساسية. حكيت عن إيجابية واحدة لقطع الكهرباء، حكيت عن إيجابية صغيرة. على فكرة في إيجابية ثانية، نحن عم نشهد الآن نشاط شمسي متزايد. هذا النشاط الشمسي المتزايد عبارة عن بقعة شمسية، هي البقعة الشمسية عم نصورها ونتابعها يوميا، عم تحدث انفجارات فيها. العالم كله قلق من هون لعام 2020 انه يكون عندنا بقعة شمسية كبيرة. طيب شو بيصير اذا عندنا بقعة شمسية كبيرة وانفجرت؟ هي البقعة الشمسية الكبيرة اذا انفجرت بتولد رياح شمسية قوية جدا مشحونة، هي الشحنات بتقطع التيار الكهربائي لعدة ساعات في دول العالم. طبعا لو انقطع التيار الكهربائي لعدة ساعات في بعض دول العالم تنهار القطاع المالي، تنهار البورصة، يكون هناك ضحايا عديدة، هناك فوضى. نحن بالنسبة لنا بسوريا إيجابية، نحن متعودين فما عندنا أي تأثير. وطرحت بدراسة علمية على فكرة، وتم وضع 10 أشخاص من مختلف الجنسيات بغرفة وقطعوا عليهم التيار الكهربائي وشافوا تصرفهم، فلاحظوا قديش التيار الكهربائي ممكن يشكل حالة نفسية سيئة عند الأشخاص المتعودين على تيار كهربائي 24-24، وبالتالي رح يصير في حالة فوضى. أما نحن وقتها متجهزين ما عندنا أي مشكلة، بنزل قاطع إذا طولت شوي تماما. فهي الإيجابيات الآن اللي العالم متخوف منها، أنه يحدث انفجار على سطح الشمس يسبب انقطاع التيار الكهربائي. ووقتها في نقطة كثير مهمة نور رشا، طالما عم نحكي على الوضع المادي، معظم دول العالم الآن تعتمد على الأموال الوهمية اللي هي بالبنوك كريدت كارد وإلى آخره. طيب لو انقطع التيار الكهربائي هي الأموال تمسح، لاحظتوا؟ يعني بصير عندنا تصفير، بصير عندنا كارثة مالية، انهيار اقتصادي. اليوم كعالم اليوم كلنا مترقبين هاي الظاهرة، صار في مؤسسات علمية تترقب حادثة الانفجارات الشمسية. إن شاء الله هيك كل الأحداث تكون على خير. أكيد إن شاء الله. بنتشكر حضورك لليوم، نتمنى لكم النجاح ويعطيكم ألف عافية لحضرتك ولكل أعضاء الجمعية الفلكية. شكرا لك. شكرا رشا، شكرا إنه دائما نظرة إلى السماء صدقوني بتعطينا إيجابيات وطاقة إيجابية أبعد بكثير ما متخيلها. يسعد صباحك.